أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعت كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين فيها عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يوزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضون في سدر مخضون وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يصرون على الحوت العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا متنا أئنا لمبعوثون أفآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزل يوم الدين نحن خلقناهم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أعوتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون
أعوتم أو زلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أعوتم أو شأتم شجرتها أم نحن المنشرون نحن جعلناها تذكرة ومتعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمصه إلا المطهرون تنزيلا من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلوا رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تغدرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المقربين الضالين فنزل من حميم وتصليحة جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم السلام عليكم.